ليش الهلال فخم كذا؟ جخ كشخة صراحة، يا لا يزعلون جمهور الثانيين، بس صراحة تحسه فخم يا أخي. لأنه تأسس على الفخامة يا أبو بدر. من اليوم الأول لتأسيس الهلال على يد الشيخ عبد الرحمن بن سعيد، وشوف من تسلم. الشيخ عبد الرحمن بن سعيد كان رجل دولة، وبالتالي تأسس على هذه الفخامة. ثم شوف متوالية الرؤساء والشرفيين وحتى نية اللاعبين والجمهور، كل الهلال على بعضه فخم صراحة. وبالتالي لما أنت تشوف تلتفت في أي جهة من جهات الهلال، بالفعل تشوف الفخامة. المدرج فخم، اللاعبين فخمين، نوعية الرؤساء. ولذلك شوف يعني حتى اللي يشذ من رؤساء الهلال من يعاقبه؟ من الرؤساء، ها؟ وهذه حصلت. من عاقبه؟ عاقب الجمهور، لأن نادي الهلال نادي فخم ولا يقبل بالخروج اللي من هذا النوع.